عرفنا التوحيد. توحيد ترجمون معنى تقدم قلتنا توحيد مالك من مالك نقول. عرفنا أنواع التوحيد الثلاثة. يا توحيد كفل وات صوست عينات واتين قدم قلت أرجن ترامرنا. ذكرنا مراتب الدين الثلاثة. يا دين صوست عينات مرتبان دالات شو درجان دالات شو قلت أرجن قدم ترامرنا. الإسلام. اسلمنا عندنا والإيمان قلتنا إيماننا والإحسان صوتنا إحسان ملكا موالم يبالون. وقلنا أركان الإسلام خمسة. يا إسلام مسارتوك أمسنا وبلان تماما. وأركان الإيمان ستة. يا إيمان مسارتوك سدسنا وبلان تماما. والإحسان ركن واحد. يا ملكان موال يا إحسان موال ركنوا عندنا وقطروا بلان تمام لنا. نعم عرفنا الإسلام. أسلمنا معنة ترقم تريا ترقمون أسكمتنا. وقلنا لابد في الشهادة من ركنين. شهادتين لدينا هلات أركان وشعلات بلان هلات مهازان وشعلات بلان تنقاقرنا. وشروط ثمانية. عندنا سمنت مسفرت وشعلات بلان تمامرنا. وعرفنا الإيمان. إيمان مالات دمور تريا ترقمو ما معنى الإيمان بلان تريا ترقمو ما حد الإيمان بلان تمامرنا. نعم أركان الإيمان ستة. يا إيمان مسارات واتشو قدر واتشو سدسنا وبلان تمامرنا. ما هي؟ ما ناتشو النجا سدست واتشو. من يذكر لي أركان الإيمان؟ قل لي هذا. يا إيمان أعطينا القلم. قلم هذا القلم اسكريتو مالك هذا. أوقف ما هي أركان الإيمان؟ نعم ستة. وهي أن تؤمن بالله أول ركن من أركان الإيمان. نعم يمجمّر أركن بعند الله بالتمام. لو قال لك قائل أنت مؤمن بالله؟ أنت نجاري تأيكي أنت بالله أمينه وبتأيكي تقول نعم مرسل أعوان أمينهم. يقول كيف أؤمن بالله؟ علمني كيف أؤمن بالله؟ قتل ودمون دي تاريجين دمى مني الله يتمار خبتنا استمرين قلوبي له. إذا قلت لا أدري مرسل أنتني عندي تاريجين دمتامن أعو قوم بله بتل. هذا معناه أنك غير مؤمن بالله لا تدري كيف الإيمان بالله. أنت أنديتن أمنهم تلون أتوقعهم كافي أنك أدن. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بماذا؟ نعم بالله ما من مالات ما من يكتل بتوحيد الربوبية بالله سبحانه وتعالى فطارنتنا أستنا غارنتنا يكتل وتوحيد الألوهية بالله سبحانه وتعالى بتشاون تملاكنة يكتتها وتوحيد الأسماء والصفات يا الله البهاريات وتشنا سموتشن يكتتنا وتؤمن بوجود الله بالله سبحانه وتعالى جني لمهونو لمنورو هنغلا يكتتها لأن هناك من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى كفطورات الدنيا له يا الله المنور يمي استبدلو. ما الأدلة على وجود الله؟ الله سبحانه وتعالى لمنور ما سرجوس ما سرجو دليلو من دنو. الأدلة كثيرة جدا. ما سرجو توبر كاتنا توبت أم. يمكن أن نجمع هذه الأدلة في أدلة أربعة إجمالا. تقل لما درج أردت تعلق مسرد جوج أدو مالك تشالان العقل ولتنا أمره تقمنا يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الانتظام البديع في الكون طلوع الشمس وغروبها المجرات والبحار والأنهار والأشجار
إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. أمر وطر وأمر يالو سو سهين تركان باتك علي إهين أعلم إهين جزوف يونا أعلم إيايا يالا أسجنيتا ندال تجنيا بارجتني النات يامنا. الثاني هولتنيو الحس محسوس كيف تكون في كرب وشدة في مصيبة في ابتلاء ترفع يديك للسماء تقول يا رب يا رب يا رب فرجها تنفرج هذا دليل حسي محسوس ملموس. نعم ولتن يوفتاري لمنورو تجبت هنيتاوج ألو إمي تجبتو يهور ميتايو يهور من يمسل يوانا تجر شادات منا الجاتن درجتان ودالاينو باكف درجلان خدر رسبنا مكرا كاتن قوطان يمن لو أكالان ده إيه تجبات ومسرجان. الثالث الفطرة كل مولود يولد على الفطرة صوستنيا مسرجا تفطروا أمراتين تفطروا فطرة تفطروا فطرة الإسلام هي واتك علي فطرة بس لمن علي عند تفطرة يهم تلقوا ما سرجانوا مكنياتهم هلهم سوسي ولد بس لمن علي نويم يولدوا. الرابع الشرع يعني الأدلة من الكتاب والسنة وهذا كثير جدا على وجود الله. أردتنيو الله لما نورو قرآن حديثو يتقمنا ينقرنا يهم بركاتانو الله لما نورو يمنا قرود قرآننا حديثو أتشو بركاتاناتو. نعم تعيد هذا. نعم الله لما نورو النذيهين أهون يتقوطروتن زرزر الانكارات مهر الجوش قرن منه. كيف نؤمن بالله؟ بالله انديت نامن عندنا نؤمن بتوحيد الربوبية. نعم نعملن جبنا الله سبحانه وتعالى أستنا بارينت جتنت يا صبت عنده هنا للنامن باختصار لا تفصل ما فصل. نعم ربوبية بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات أستنا بارينت يتملك النات يا بهاياتنا يا سموج ونؤمن بوجود الله بالله مجنيت بالله نارينات للنامن ودل على وجود الله العقل الله لمن ورو أعمرو تقوى منه والحس تجباتوه يتا يعني محسوس ترى أو تسمع مثلا. نعم تدرك إيه إما بالسمع أو بالبصر بجروه بينات كن من أوب مداس سنقولش هلا الله لما نورط أقوى منه والفطرة تفطرة أمر من بها وتقوى منه والشرع شرعهم أردتني تقوى منه. نعم